السلام عليكم أيها الأحرار، السلام عليكن أيتها الحرائر، السلام عليكم مبارك الله في تحركاتكم وبطولاتكم الميدانية التي عاهدتم الله وعاهدتم الشعب على أن تواصلوا هذا الدرب الشائك لنيل الحرية والعزة والكرامة والنصر، وأن تصلوا إلى ما تصبون إليه من تقرير المصير، وهي استرداد الحقوق المشروعة إلى أهلها. أحبتي، جئنا في هذه الأمسية إلى بيت ولدنا الحبيب البطل الميداني محمد بن جواد، الذي عاش الساحة وسبر الساحة وواصل التحركات السياسة مع إخوانه الذين ضحوا بأنفسهم وقدموا الغالي والنفيس. على أي حال،